اهلا بيكم، صباح الخير. برحب بيكم. معكم الدكتور جمال نيازي، استاذ مساعد الاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس. احنا النهارده هنتكلم عن جانب مهم جدا من الجوانب الحديثه للطب، وهو الاشعه التداخليه ودور الاشعه التداخليه في علاج كثير جدا من حالات الاورام. الاشعه التداخليه عباره عن ايه؟ الاشعه التداخليه ده فرع من فروع الطب، بنستخدم فيه اجهزه الاشعه المعروفه زي جهاز الاشعه المقطعيه، جهاز الموجات الصوتيه، جهاز الاشعه العاديه، اجهزه القسطره، في ان احنا نوجه ادوات دقيقه جدا زي القساطر وزي مجسات التردد الحراري والمايكروويف علشان نعمل عمليات دقيقه داخل الجسم دون الحاجه الى فتح جراحي. بمعنى اخر، الاشعه التداخليه ممكن تتلخص في ثلاث كلمات، هي عمليات بدون جراحه او عمليات غير جراحيه. عمليات يعني بينطبق عليها ما ينطبق على العمليات، بتجرى في غرف مخصصة اسمها غرف عمليات الأشعة التداخلية، بيكون فيها جهاز القسطرة، يكون فيها جهاز الأشعة المقطعية، جهاز الموجات الصوتية، وممكن بعض هذه العمليات بتجرى بالتخدير النصفي أو التخدير الموضعي أو التخدير الكلي. عمليات الأشعة التداخلية كتيرة جدا، من أشهرها عمليات التردد الحراري والمايكروويف لأورام الكبد، عمليات حقن أورام الكبد عن طريق القسطرة بالعلاج الكيماوي، أو حقن أورام الكبد عن طريق القسطرة بالمادة المشعة، ودي من أحدث الحاجات في مجالات الأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية برضو بتلعب دور مهم في علاج أورام الرحم الليفية، في علاج تضخم البروستاتا الحميد، في علاج بعض أورام العظام، ليها تطبيقات كتيرة جدا. اللي عايزين نوصله إنه أمراض كتيرة جدا ممكن يكون حلها وعلاجها عن طريق الأشعة التداخلية. ندور ونسأل عن الأشعة التداخلية، عن دكاترة الأشعة التداخلية، إنه ممكن يكون جزء كبير جدا من حلول كثير من المشكلات هي عن طريق الأشعة التداخلية. شكرا جزيلا.